الست القوية سند قوي جدا لجوزها، هتقولوا لي ازاي؟ الراجل هينجح ازاي من غير ست تكون واقفة في ظهره؟ سند حقيقي. على فكرة هي مش الست بس اللي بتبقى محتاجة سند، لا الراجل كمان، الراجل كمان لو معاه ست قوية، ذكية، ناصحة، بياخد رأيها في شغله، بياخد رأيها وتشاركه دايما في الأفكار، في المشاريع، في المستقبل، ايه رأيك هنعمل كذا كذا؟ اه تعال نحوش مع بعض. الست زي ما قلنا هي وزيرة اقتصاد من الدرجة الأولى، والست اللي بتحب جوزها بجد بتبقى دايما دايما في ظهره، دايما سبورت، دايما بتزقه لقدام، هي اللي بتحوش أكتر، هي اللي بتفكر في المستقبل، هي اللي بتحتوي البيت كله، بتسخر له حياة هادية، بتسخر له حياة مريحة، ممكن تبقى شايلة على دماغها كل مشاكل البيت وكل مشاكل الحياة، لكن أول ما بيرجع جوزها بتوفر له بيت هادي، بتربي ولاده وتربية كويسة، لأن هي في الآخر هي بتساعده.